حياكم الله معنا من جديد. شفتوا معنا المقدمة البسيطة لمشوار طويل جدا، سنوات تعدت 30 سنة في تلفزيون الكويت في وزارة الإعلام. خبير المكياج الدرامي الأستاذ عبد الطقش موجود معنا داخل استديو ليالي الكويت. مساك الله بالخير أستاذ عبد، ويا هلا ومرحبا فيك. يسعد المساء وتشرفنا بحضوركم يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم. يعني سعداء جدا بوجودك، ومثل ما نقول دائما المشاهدين كانت كادرات اهم واشهر المسلسلات دائما اسمك موجود فيها، ومرتبط اسمك بعدد من نجوم الدراما الكويتيه في اوج عصرها الذهبي. نعم مضبوط. وبعدين انا شرفني اني اطلع بتلفزيون الكويت. انا اصلا كنت موظف هون ولي ذكريات، وعاملين أعمال يعني أعمال ضخمة يعني صح. يعني بتشرفنا الأعمال اللي عملناها ويشرفني أنا. تتذكر بداية دخولك تلفزيون الكويت أو بداية أعمالك اللي قدمتها، ومنو قدمك للتلفزيون؟ والله أنا جيت على الكويت بالـ76، فالله يرحمها عايشة إبراهيم حطتني بسيارتها وأخذتني على وزارة الإعلام. قالوا لا اوكي، وافقنا بس خلي يعملوا له تيست بالتلفزيون. فرحنا على التلفزيون، الله يرحمه عبد العزيز المنصور رحمه الله عليه. يلا عبدو عمل لي كذا، الشخصيه كذا. انا مسكت بايدي الشعر وعم بعمل، قال لي خلص. قلت له لا، بدي كمل لك يا هالشخصيه، ما بصير. انا مكيار جاي مكيار يعني. انا اشتغلت فتره طويله بلبنان، يعني انا ما اشتغلت شيء بحياتي الا لبنان. كنت تشتغل مسلسلات بعد ايه طبعا، في افلام اكثر شيء افلام. اشتغلت مع منو مثلا؟ مين بدي اقول لك يعني، مع اللبنانيين كلهم اغلبهم مصريين. يوسف شعبان رحمه الله عليه، يوسف وهبي، فريد شوقي. اشتغلت مع يوسف وهبي؟ اي فريد شوقي. هذا كبر نفسك الحين استاذ عبدو. معلش انا صغير، بديت صغير يعني بالميك اب. مع يوسف وهبي، مع رشدي أباظة، رشدي أباظة، مريم فخر الدين، كل المجموعة أعطيتهم الصور أنا وموجودين يعني في حلو. وبالكويت أول عمل أو ما تتذكر؟ لا، أول عمل اشتغلت مع الأستاذ الكبير الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه. كان أي مسلسل؟ درب الزلك. درب الزلق. أيوة. وكان فيه كاركترات غريبة. أيوة. وكان الميك اب والشعر أيضا مدروس بشكل مهم جدا. كان اختراعك أنت، ابتكارك لهذه الشخصيات، ولا بالتعاون مع المخرج؟ لا، بالتعاون مع المخرج، وفي مكيار معنا يعني. نعم كمان. والمكياج يعني عفوي، يطلع عفوي، نعرف شو كذا هذا ويطلع عفوي. حتى النصوص يعني النص فحطين ورقة بيدهم هيك وعفو يطلع. وشوفي درب الزلك قديش نجاح شهر هذا، كل العالم حضرته يعني هون بالكويت وبرات الكويت. أنا كنت أنزل على لبنان يقولي لي شفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا، كان يطلع درب الزلك ومبسوطين فيه يعني. وأيضا بعد يمكن بساط الفقر اشتغل فيه. بساط الفقر أخذ الجائزة الأولى مهرجان سنة 82. والشخصيات انت كنت انا انت اللي كنت تختار المكياج واللبس بالضبط ولا المخرج هو ولا هو المخرج؟ لا يعني اقصد كشخصيه مثلا الشعر المكياج. اي مثلا عنتر. عنتر عنتر معروف يعني اسمر وكذا، والاسمر شو بيكون شعره؟ كيرلي. شعره كيرلي عملت عند هذا انا مع هذه صورتك. الله يرحمه رحمه الله عليه. وكان في الأوبريت هذا يعني تعددت الدول، تعددت الأشكال والشخصيات، وكان في مثلا يسافرون على لبنان، على الهند، على مصر، وكان مزبوط. لازم تتقن كل شخصية. شلون كل فقرة إلى شخصية مع البلد تبعها. لا توفقنا فيه الحمد لله، واخذ الجائزة الأولى بالمهرجان. اي وكانوا الفنانين يعني الكبار أساتذة لهم تاريخهم وباعهم. شلون كانت العلاقة بينكم وبين بعض؟ والله من أحسن ما يكون، خاصة الكبار يعني. الكبار بيفهموا الشغل يعني. أنا اختصاصي مكياج. لما يجي ممثل يقول لي بدي أعمل كذا وكذا، شو رأيك نعمل كذا يا أستاذ؟
اي والله نجرب يلا نعمل كذا تطلع الشخصية حلوة. أيه. يعني بالتعاون مع بعضنا. طبعا انا ما بقدر اقول للممثل لا هالشخصيه ما بدي احط باروكه ما بدي اعمل كذا. بعدين هو الممثل يعني يعني هو عارف الدور وعارف الشخصيه بده يطلع على التلفزيون لازم يكون مرتاح. اذا ما كان مرتاح ما راح يعطي الشخصيه مزبوط ويؤدي دوره. فكنا نتعاون طبعا. طيب ايش كثر يختلف مثلا المكياج الفني من سينما لمسرح للتلفزيون؟ ايش كثر يفرق وشنو يفرق من ايام الاسود وابيض للملون؟ يفرق وايد يفرق. مثلا المسرح لازم تعمل اوفر الميك اب كل شيء مبالغ فيه مبالغ. مثلا بدنا نكبر واحد يعني اذا بدنا يكون مثلا تلفزيون حيبين الخطوط وبين كذا انه عاملين خطوط. اما المسرح لا المسرح لازم الصفوف الأمامية جمهور. واللي بعده واللي بعده يشوفوا الكاركتر مظبوط إنه هذا عجوز هذا كبير هذا كذا هذا. يعني المسرح يختلف. هلأ دقيق السينما والتلفزيون دقيق لأنه الكاميرا اليوم تفضح أي شيء بالوجه أي شيء خط أي شيء كذا عامله ومش يعني مش مزبط ومزبط بده يبين. يعني هذا ما المفروض يبين. إذا مكيار المكيار صح ما بيبين. يعني انت اول ما دشيت اثنيت على مكياجي وقلت انه عاجبك. دائما اول شيء تشوفه بالسيده او باي فنان على طول الميك اب يعني بحكم التعود حكم شغلي طبعا. انا مجرد ما اطلع بالشخص يعني بعرف شو اللي مزبوط شو مش مزبوط. هذا ناقص هذا زايد. بس هذا ما يتعبك استاذ عبدو؟ نعم؟ ما يتعبك انك يعني تشوف مثلا هذه زايده بلاش هذه زايده كحل هذه ما ادري شنو ما يكون متعب بالنسبه لك؟ مزبوط مقبول انا حرام ليش هيك. بس خلص لما الواحد بتتعود وبكون مثلا خلص طالع على الشاشه وهذا إذا فيها تصلح بتصلح ما فيها خلاص. طبعا المذيعين مو نفس الممثلين والمسرح يعني مكياجهم خفيف يعني يكون أو على حسب المذيعين نفس المذيع ولا ما اشتغلت في لا اشتغلت كل شيء لك. أنا ما خليت شيء إلا ما اشتغلت التلفزيون مكياج كان مكياج حلو. المذيع المفروض خفيف جدا جدا ما يبين يعني شيء بسيط يعني لمسة بسيطة. أما إذا في بوجهه شيء كذا حبي في ديفو في هذا ممكن المكيار يضبط شوية. يمكن الحين لما نتابع مسلسلات أو في ناس تتابع مسلسلات يشوفون في أخطاء خاصة المسلسل إذا كان نفس الحلقة أو نفس المشهد. نعم. فيشوفون في اخطاء في اللوك شوي في الشعر في يعني يقول لك في نفس الحلقه مثلا بس هني الشعر اختلف الراكور يختلف يختلف ايه. يعني هذا الشغل خاصه انت يعني يمكن الحين في خدع شويه سينمائيه او في خدع بالكاميرات وكذي بس انت الشغل او الوقت اللي كنت فيه ما كانت فيه هذه الخدع موجوده فشلون كنت تحفظ شكل المكياج او شكل الفنان انه يطلع في الحلقه مثلا او شلون كنت تحفظ هذا الكم الهائل؟ بالاول كان عندنا كروت كارت مصور عليه الشخص بالخطوط. نيجي نحن نحط مثلا مثلا كحلي كذا احمر شفايف لون كذا شعر معمول كذا او نصوره بالبولورايد كان بالاول كاميرات بولورايد نصوره وهذا ونحفظ يعني نحفظ الكاركتر او نحفظ الشخصيه المفروض يعني في اخطاء تصير اخطاء بس في اخطاء تكون او يعني في أخطاء ينسى الواحد شوي في اخطاء يعني كيف الاخطاء ما ببين للمشاهد يعني انا ممكن مثلا خطا عملته يعني زدت شوي التكبير يعني الكحل يبين شوي صغيره هذا خطا يعني من المكياج مفروض ما تبين كيف عملوا بالاول لازم تعملوا نفس الركورد نفس الشيء. طيب حضرتك درست المكياج وفن المكياج في المعهد العالي للفنون المسرحيه. انا درست صح. ايه وشلون التعاطي مع الطلبه؟ شلون التعاطي مع الجيل الجديد؟ انت شنو رايك الحين بالمسلسلات؟ شوفي انا درست قعدت 6 سنين تقريبا معهد العالي درست
وشبابنا كانت متجاوبة 100% يعني. يمكن يطلع شاب كذا شواذ ما يحضر ما كذا، أما الشباب يعني الله بيشهد كلهم ملتزمين ويحبوا الشغلة هاي، ولما يوصلوا بدنا نعمل كاركتر وبدنا نعمل كذا، يلا كل يوم نعمل لهم كاركتر شيء، كل يوم كذا نعلمهم يعني. اليوم بعتقد ما في بالمعهد وقفوا المكياج، قسم المكياج درس وقفوا، يمكن صار الشغل الخاص شوي. انا درست بالنظائر كمان شيء اكاديميات. طيب استاذ عبدو، يمكن احنا قاعدين نشوف الحين الميك اب بالمسلسلات مهم جدا، لكن اصبح مهم لدرجه انه للتسويق، فصاروا خبيرات التجميل اللي بالصالونات هم اللي يقدمون العمل الدرامي. هذا يعني هذا صح ولا غلط؟ غلط، انت جبتيها صح يعني 100%. هلا اللي بتشتغل بصالون تعمل لك مكياج عادي وبتحط لك الترتر وبتحط ما بعرف شو كذا، هذا هذا غلط يعني، بالتلفزيون غلط. انت معك خبرها وكذا اكيد. اما اليوم يعني انا لما درست الماده هي طبعا يعني خليت التلميذ يحفظ شو يعمل شو كذا وشو الغلط وشو الصح. اليوم تيجي من الصالون بدها بس تعمل اي شيء بالوجه يطلع حلو، ان شاء الله تحط كحلي ما بعرف شو، ان شاء الله تعمل ترتر، بس انه بدها يطلع صح. هلا لما تجي الوحده من الصالون لتعمل مكياج، طيب قالوا لها كبري لنا فلان، حطي لنا شيب له، اعملي لنا كذا، ما بتعرف. انا يتصلوا فيي والله اوقات كثير يتصلوا فيي، يا عبدو كيف كذا بدنا نعمل كذا، طيب اعطينا كذا يعني. اليوم ما عادش ما بعرف، انا شايف ما عادش عم يهتموا بالميك اب كثير يعني. اي صار من الصالون تجي عاملي كذا وهذا، طيب بتجي وحده عاملي شعره وعاملي مكياج وكذا، وبتجي بتفوت بدها تطبخ او بدها نايمه تقعد من النوم المكياج او بالضبط او تطلع في تقوم من النوم المكياج، هذا غلط كله غلط. نحن الواقع مش هيك صح. يمكن من اشهر المسرحيات اللي اشتغلت فيها ايضا سيف العرب. سيف العرب الشخصيات او الادوار الموجوده كنت انت تختار مكياجهم وكنت موجود يعني حتى وقت عرض المسرحيات تكون موجود والبروفات، ولا شلون المسرحيه عمل يعني كان ضخم كبير وكان نغله نوعيه في المسرح، وكان يعني رحمه الله عليه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وايضا الفنانه حياه الفهد كانوا موجودين في هذا العمل الكبير. موجود. كلمنا عنها كواليس هذا العمل، شلون المكياج، اختيارات الشخصيات. والله شخصيه صدام قلتها اول عرض اكل معي وقت زياده يعني شيء ثلث ساعه، يعني المفروض 9 تبتدي المسرحيه، ابتدت 9:30 9:15 هيك أوكي. هيك شيء لحتى اخذت ايدي على وين تحط فوق حوالي. الجفن وين كذا وين تعمل هذا، ضلت تقريبا يعني لحتى تعودت على هذا، بعدين صرت كل 10 دقائق اعمل الشخصيه والباقي كله انا عامله، حط لحيه تركيب باستك والباقي كله انا ميك ابي نجي قبل بوقت وهذا. تحتاج احد يساعدك؟ والله في يعني طلع من تحت ايدي شوي بس ما اشتغل ولا بالميك اب، اللي يروح توظف المكتب واللي كذا بالوزاره وكذا ما في اللي مثلا من ايران اشتغل معي واحد كذا هذا. انا بشتغل يعني بالسنه اجي بعمل عملين ثلاثه يعني. زلمه يقول لك لا انا قاعد بلا شغلي لازم اشتغل، ترك ومشي، وهيك عم بيصير يعني. معي كوفره، تحس انه ما في استقرار لهذه الوظيفه. لا لان على حسب متى يجيك الاوردر حسب الطلب ما يطلبك وكذا، لانه المسلسل بيقعد معنا شهرين ونص شهرين ثلاث شهور اوقات يعني. أيه. إذا بدك تعملي عملين ثلاثة راحت السنة. يلا
منو أقرب الفنانين لقلبك في العمل معاهم وعلى طول وياهم؟ والله شوفي بدك الحقيقة صدقيني كلهم. أنا ما عندي أي شخص مبغض أو ما أحب أتعامل معه أو كذا، كلهم أنا لما أنا يشتغلوا معي أنا اللي بدي إياه بعمله يعني. ما بيقولوا لا، وهني شو بدهم كمان أنا مستعد. بس أكيد في علاقة يعني ضحك شوي ميانة من العشرة الطويلة من الفنانين سواء اللي توفوا أو اللي موجودين على الساحة. مزبوط، مرة قاعد أنا وأبو عدنان الله يرحمه قاعدين هون كان بالكافتيريا، كانت كافتيريا هون، أنا يعني أبو عدنان بيحكيني ويقول نكت وكذا وهذا، وأنا أضحك ومبسوط، وراحت الفترة الطول أولادي بالمدرسة أنا بجيبهم من المدرسة، نسيت أولادي شوي، يعني طلع بالساعة يا أبو عدنان لسه كذا كذا، صار يضحك علي كيف هذا وكيف كذا. بعدين اتصلوا في من البيت قالوا جبناه ونجينا، يعني أنه مواقف عبد الحسين هيك شيء. عبد الحسين وخالد النفيسي رحمه الله عليه بعد، وخالد النفيسي كلهم غانم وهذا. وللحين حضرتك شغال في اي من تقريبا ثلاث ايام خلصت فيلم من فيلم سينمائي حلو، شي ساعه ونص تقريبا، من انتاج مزيد المعشرجي حلو، واخراج خالد المفيدي، مدير التصوير محمد الحوسني، ومدير الانتاج عادل الزاهد. يعني هذي شباب مختصين و... انت ما شاء الله عليك عاصرت الاجيال كلها. اغلبهم اي ما شاء الله. اي هو اشطر للامانه، الرجل او المراه بالمكياج؟ بالامانه الرجل. معقول؟ شوفي عندنا بلبنان اغلبها رجال، اغلبهم رجال كوافيريه لكن مكياريات بنات ومكياريه، في كمان مكياريه بيعملوا مكياج وكذا. هلا تقريبا البنات اوكي بيعملوا أكثر. بس اكثر شيء البنات تجميل يعني، اي قليل لما تحصلي مكياره تعمل مثلا كاركترات دهون كذا، اذا صح. مسلسل تاريخي يعني قليل تحصلي وحده، والسبيشال افكت صعب جدا. اي صعب قليل، فلذلك بتحس بتلاقي انه الشاب الرجال دائما الرجل متفوق دائما متفوق، بس على شيء ما تزعلي. احنا شاكرين لك استاذ عبدو وجودك اليوم، واسترجعنا بعض الذكريات والاعمال اللي قمت فيها، كل الشكر لك، وان شاء الله اتمنى لك دائما الصحه والعافيه يا رب. تسلم، الله يخليك. وانا عن جد يعني مبسوط 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 لأن طلعت بتلفزيون الكويت. تستاهل، تلفزيون الكويت هو حبيب قلبي. تسلم. وانت عارف مكانك يعني اكيد، عارف انه توظفت، اول ما توظفت تلفزيون الكويت. تسلم لك الصحة والعافية ان شاء الله، وشكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. ومشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقة الذكريات اللي قدمها لكم تلفزيون الكويت من بداية ظهور هذه الشاشة الساحرة لغاية اليوم، وان شاء الله دائما تكونون مبسوطين من خلال متابعتنا، والاعمال القديمة موجودة اكيد على قناة الجرين دائما. واحنا بليالي الكويت نتمنى لكم كل التوفيق، نرجع نلتقي بحضراتكم في الغد ان شاء الله. مع السلامة. يا امان الله.